وشكر لكم موصول مستمعي الكرام على متابعتكم لهذه الحلقة من برنامجكم روحك معنا، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقات مقبلة، ومع السلامة. كنتم مع روحك أمانة، على أمل اللقاء بكم الأسبوع المقبل. تقبلوا تحيات أسرة برنامج روحك أمانة، مشاري الحربش، عبد الباسط حجازي، يوسف الطويل. روحك أمانة، للمخرج محمد السعدون. وين ما كان تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت. أدب وتراث، أدب وتراث، برنامج يتجول في رحاب التراث الكويتي الأصيل من خلال اللقاءات الخارجية مع نخبة من الأدباء والشعراء ليحدثوننا عن الماضي الجميل، والتوقف عند أبرز محطاتهم التراثية والأدبية أدب وتراث، من إعداد وتقديم يوسف شلاش الشمري. باسمك عزيز المستمع، نرحب بالشاعر خالد المحسن السبيعي. شاعرنا خالد، مساك الله بالخير. يا مساء الخير، مرحبا. احنا علم الله سعداء في اجراء هذا اللقاء معك. انا سعداء، اللي يشرفني. الله يشرفني دائما. خالد، انت شاعر واعلامي وغني عن التعريف، فلك صولات وجولات فيما يخص الادب او الموروث الشعبي، فما ادري، يا ليتك تحدثنا كبداياتك الشعرية، من متى بديت؟ そうですよ。